أصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، إنما شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي النهاردة رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وفي ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. احنا طبعا اليوم متوقع مزيد من التحسن في الأحوال الجوية بسبب استمرار تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة وخاصة في سواحلنا الشمالية، فمتوقع استمرار التحسن في الأحوال الجوية خاصة فترات الصباح الباكر أو فترات الليل، لكن فترات النهار بنحس بوجود نسب رطوبة في الجو خاصة فترة الظهيرة مع وجود شدة للإشعاع الشمسي خلال فترات النهار. الأجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأيضا السواحل الشمالية للبلاد، شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ده خلال فترات النهار. العظمى اليوم على القاهرة الكبرى ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية خلال فترة النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، بيكون ملحوظ أكثر في ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، أجواء صيفية معتدلة تماما خلال فترات الليل، لكن احنا خلال فترات الليل هنحس بهدوء سرعات رياح، ممكن نلاحظ بعض ارتفاع نسب الرطوبة لأن في هدوء سرعات رياح في معظم محافظات الجمهورية فيما عدا بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد. كمان اليوم مع تعمق المنخفض الجوي ووجود السحب المنخفضة والمتوسطة في فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية زي مطروح والإسكندرية، بعض الأماكن كمان من محافظات شمال الوجه البحري زي البحيرة فخر الشيخ الدقهلية، لكن كلها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية. الأحوال الجوية الحمد لله مستقرة بشكل كبير، وده متوقع إنه يستمر غدا معنا الثلاثاء إن شاء الله، لكن من يوم الأربعاء القادم هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة. هو ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة هيبدأ معنا يوم الأربعاء ويستمر معنا حتى السبت المقبل إن شاء الله. طيب بالنسبة للرطوبة، هل هي مكملة معنا؟ لأن هي معنا بقالها فترة كبيرة، مكملة معنا لحد آخر الأسبوع برضو؟ هي من يوم الأربعاء اللي جاي إن شاء الله مصادر الكتل الهوائية هتبقى كتل هوائية صحراوية، فهيكون فيها ارتفاع في درجات الحرارة وقيم درجات الحرارة، لكن نسب الرطوبة مش مرتفعة بالشكل الكبير زي اللي بنشهده خلال هذه الأيام. هي طبعا أحيانا نسب الرطوبة بتبقى مرتفعة، لكن في بعض الظواهر الجوية أو العوامل الجوية اللي ما بتخليناش نحس بوجود نسب الرطوبة زي المنخفض الجوي اللي بيبقى موجود في طبقات الجو العليا بيوزع رطوبة في عمود الهواء ككل، أو وجود نشاط للرياح بيقلل إحساس بنسب الرطوبة، لكن في المجمل هي نسب الرطوبة تدريجيا إن شاء الله مع يعني كل أكثر في شهر 9 هنبدأ نحس إن نسب الرطوبة بدأت تقل، وخاصة لما بتكون الكتل الهوائية قادمة من مناطق صحراوية مش من على البحر المتوسط، فبتبدأ نسب الرطوبة فيها تقل، لكن بتكون قيم درجات الحرارة فيها مرتفعة زي اللي هنشهده مع نهاية هذا الأسبوع، وهتكون ذروة الارتفاعات الخميس والجمعة القادمين إن شاء الله. طيب بالنسبة لارتفاع الأمواج بقى سواء على البحر الأحمر أو المتوسط، أخبارها إيه النهاردة؟ يعني الحمد لله، يعني هو في اعتدال كامل في سرعات رياح على البحرين، فبالتالي في اعتدال في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط ما بين 1 إلى 1.5 متر، والبحر المتوسط مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، أيضا البحر الأحمر ارتفاع الأمواج فيه ما بين 1.5 إلى 2 متر ومؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. هي الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، لكن هو فقط فترات الظهيرة لازم ناخد بالنا ونتجنب أشعة الشمس المباشرة بقدر الإمكان. لو أنا موجود في الشارع يكون معايا غطاء للرأس الشمسية أو كاب، أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة. مهم كمان المتابعة اليومية للنشرات الجوية، لأن احنا في فترة التقلبات وفترة انتقالية ما بين الصيف والخريف بيحصل فيها بعض التقلبات والتغيرات السريعة في الخرائط الجوية، فمهم جدا المتابعة اليومية للنشرات الجوية. طيب قبل ما نسيبك يا دكتور، قولي لي أكتر المحافظات أو الأماكن اللي ممكن الناس تتردد عليها والجو يكون فيها لطيف في مصر كلها، يعني أهم المحافظات اللي نقدر نخرج فيها والجو يبقى مريح.
هو طبعا بطبيعه الحال السواحل الشماليه المطله على البحر المتوسط بتكون اقل درجات حراره في الجمهوريه، يعني من خلال فتره الاستقرار درجات الحراره فيها ما بين 30 و31 درجه مئويه، حتى كمان مع الارتفاعات اللي هنشوفها نهايه هذا الاسبوع هتكون العظمى 35 درجه مئويه، فبالتالي هي اقل درجات حراره اجواءها بتبقى حاره رطبه فتره النهار، لكن بسبب اقترابها من البحر المتوسط ووجود نسيم البحر بيقلل احساسهم بنسب الرطوبه. طبعا سواحلنا الشماليه المطله على البحر المتوسط وباقي محافظات الجمهوريه نقدر نستمتع بالاجواء لكن ناخد احتياطاتنا فيها. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 34 والصغرى 24، العاصمه الاداريه 35-24، اسكندريه 31-23، العالمين الجديده 30-23، مطروح 30-23، دمياط 32-24، بورسعيد 32-24، الاسماعيليه 35-24، السويس العظمى فيها 34 والصغرى 24، العريش 31-24، كاترين 32-17، وطابة 32-26، حلايب 35-28، شلاتين 39-30، شرم الشيخ 37-29، الغردقة 38-29، الفيوم العظمى فيها 35 والصغرى 23، بني سويف 35-23، الوادي الجديد 39-26، أسيوط 36-23، سوهاج 37-25، قنا 40-26، الأقصر 38-27، وأخيرا أسوان العظمى فيها 39 والصغرى 28. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لشاذلي وجمانة نكمل معهم باقي فقرات. شكرا ليك يا لهوي.